دكتورة ناجحة جدا جدا، فبتحب شغلها جدا، وعندها ضمير لكل حاجة من وهي طفلة لنفسها وللآخرين. كانت عندها ضمير لمذاكرتها قوي، ولما اتخرجت وتعينت في الجامعة كانت عندها مش بقوالتي أو بشهادتي، بشهادة الناس كلها اللي معاها وأساتذتها وشهدوا بذلك كلهم، ان هي كان عندها ضمير قوي للحالات بتاعتها، وكانت تحبهم قوي، اما يعني تعمل لهم كل شيء ويدعوا لها. كانت بتحب دي قوي، كانت بتحب قوي تعمل كده عشان يدعوا لها. كانت بتيجي تكلم حضرتك عن الحالات اللي اتكلمنا عليها؟ كانت بتيجي تكلمني عن الحالات الصعبة اللي هي ممكن كان ربنا سببها سبب في انها ترجع تاني. خير كمان كتير، بس مش المفروض نتكلم عن كده عشان ايه تحصل على الثواب كامل يعني. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. طب حضرتك فاكره اخر يوم قبل ما تروح الكليه كانت عامله ازاي؟ قالت لحضرتك ايه؟ لا، هي في اخر مش في اخر بقى، هي بقى لها كذا شهر كده. هي في يعني في الاساس انها مواظبه على الصلاه جدا جدا ما شاء الله، ومش هقول لك صلاه القيام كل يوم، لا، لما بتصادف ان هي صاحيه او كده، بس لما بتكون في المستشفى سواء في الجامعه او شغل برايفت كانت بتصلي القيام، انما صلاه الفروض كانت ملتزمه بيها جدا، وقرات القران مش هجراه خالص اطلاقا، بس في الشهور الاخيره دي ياه كانت بتقرا القران كتير قوي، وما كانتش تحب تعمل اي حاجه الا لما تصلي الفرض، رغم ان الصلاه ممتده للفرض نفسه. كانت بتقول لي شفتي، انا عشان صليت الاول ربنا وفقني في اي عمل كان بعدها ان شاء الله اكون اي حاجه، تليفون، ما اي حاجه. وكانت حتى ايات بقى قرانيه وادعيه قرانيه في الفتره الاخيره دي، بقالها شهرين او ثلاثه كانت بتنام عليها وتهدى الصوت لحد الصبح الادعيه. من ناحيه موقف، هي مش لها موقف، ده هي لها الحياه كلها، هي كل حياتها مواقف حلوه، هي مش موقف واحد. وبالنسبة إن أقول خاتمتها، أنا ما تخيلتهاش خاتمتها دي خالص أبدا، ما تخيلتش خاتمتي كيريري أبدا، ما تخيلتهاش. مواقف، لأ، دي مواقف كتيرة ممكن تسألي في أي مكان وتشوفي مواقفها الحلوة في كل مكان. هي كان فعلا من حلمها ان هي تفتح مركز للقلب، تعمل ايام فري لاهل اسم الله، ان هي يعني القريه بلد باباها، بلد باباها. كانت اتناقشت مع حضرتك في الموضوع وفعلا كانت خلاص على بدايه ان هي تعمل المشروع ده. كانت هتعمل ايام احنا بينا مباني هناك، وقالت هتفتحها وتعمل بتاع، استغفر الله العظيم، يعني مركز مركز يعني ايه يعني للناس اللي مش مقتدره او كده، من عندها كخير